طلابنا الأعزاء في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم على قناتكم درس خصوصي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الدرس الرابع وهو الماء للصف الثاني الإعدادي. نتكلم عن الماء ومجالات استخدام المية ومصادرها، وهنتكلم أيضا عن خواص الماء، وهنتكلم على تلوث الماء وكيفية حماية الماء من التلوث. الموضوع سهل وبسيط، بس ياريت الناس اللي قاعدة قدامي تركز في كلامي كويس، وياريت يكون في ورقة وقلم، تمام، ونسمع بتركيز وباهتمام شوية. أول حاجة هنتكلم عنها الماء، أهمية الماء في حياتنا. طبعا هو الموضوع كبير، لو جيت أتكلم عن المية عموما بالتفصيل هلاقي الموضوع كبير قوي، يعني الحلقة بتاعتنا مش هتكفي أننا أتكلم عن المية عموما، ولكن انا احاول اختصر بقدر امكاني الكلام عشان يكون سهل وبسيط انه توصل لك المعلومه. اول حاجه، اهميه الميه في حياتنا ايه؟ اول اهميه للميه عندنا ان هي مهمه جدا في التفاعلات الحيويه داخل اجسام الكائنات الحيه. ان عندي الكائن الحي اما انسان او حيوان او نبات، في عمليات حيويه بتتم داخل الكائنات الحيه، وليكن مثلا الانسان، ايه هي بقى العمليات الحيويه؟ مثلا زي عمليه التنفس وعمليه الهضم وعمليه الاخراج مثلا. كل العمليات دي بتحتاج الى الماء، ولذلك الماء مهم في اتمام التفاعلات في العمليات الحيويه داخل اجسام الكائنات الحيه. ده اول استخدام او اول اهميه عندي للماء. تاني اهميه ان الماء مصدر هام جدا في توليد الكهرباء، عشان كده بعمل إقامة السدود على مصبات الأنهار والبحيرات عشان أولد أو يتم عملية إنتاج الكهرباء. يبقى تاني حاجة أو تاني أهمية للمية هي تستخدم كمصدر هام في توليد وإنتاج الكهرباء. الأهمية التالتة إن هو وسيلة نقل هامة بين كثير من البلاد، طبعا عن طريق حركة الملاحة والسفن والغواصات او المراكب البحرية. برقم اتنين هتكلم عنها وهي مصادر الماء او المياه. المية دي جاية منين؟ لها مصادر، في مصدرين، في مسطحات مائية وهي المحيطات والبحار والانهار والبحيرات والترع، دي كلها عبارة عن مسطحات مائية، يعني أجزاء من الكرة الأرضية مملوءة بالمياه، المياه بتجي منها. طيب رقم اتنين، عندي الأمطار وعندي الآبار وعندي العيون، دي أيضا من ضمن مصادر المياه. هدخل على الجزئية الثالثة وهي المجالات التي تستخدم فيها المياه. أنا بستخدم المياه حضرتك في إيه؟ بستخدمها في ثلاث مجالات، ودي اهم المجالات اللي انا بستخدم فيها المية. اول مجال عندي الزراعة، وفي مجال الصناعة المجالات الشخصية، يعني انا بستخدم المية استخدام شخصي، اكل شرب نظافة معايا كده. مجالات زراعية بستخدمها في الري، يا اما مجالات صناعية بستخدمها في عمليات التصنيع. طيب انا لو جيت اقارن بين قارات العالم من حيث استهلاك المياه، ايهما اكثر استهلاكا للمياه حضرتك؟ هلاقي مثلا قارة زي امريكا الجنوبية، دي اكثر دولة بتستخدم المياه او يتم استهلاك المياه في المجالات الشخصية، قارة زي امريكا الجنوبية. طيب قارة مثلا زي قارة اوروبا اكثر حاجة فيها الصناعة، يبقى يتم استهلاك قدر كبير من المياه في عملية الصناعة. طيب قارة زي اسيا معظم ما فيها زراعة، فيتم استهلاك قدر كبير من المياه في عمليات الزراعة. عندنا مثلا قارة زي قارة افريقيا، مثلا قارة افريقيا مثلا يقول لي علل، سؤال علل، تعد قارة افريقيا قارة زراعية لان اكثر استهلاك للمياه فيها يتم في مجال الزراعة، يتم في مجال ايه؟ الزراعة. طيب ده من حيث المجالات التي تستخدم فيها المياه. يبقى انا كده اتكلمت على اهمية المية ومصادر المية، واتكلمت كمان على المجالات التي تستخدم فيها المياه. طيب لو جيت بقى اتكلم من حيث تركيب الماء، لو هتكلم بقى عن المية بالتفصيل وقول لي حضرتك ان المية بتتركب او بتتكون من ايه،
زي ما يظهر قدامك شكل كده على الشاشة، الاقي ان جزيء الماء بيتركب من اتحاد او ارتباط او اندماج ذرة اكسجين مع ذرتي هيدروجين. ليه؟ زي ما ظهر قدامك في الشكل كده، هتلاقي الاكسجين في النص ربطة شرطة H، الناحية التانية شرطة H. هتلاقي هنا الاكسجين مع الH اليمين والH الشمال على الشاشة مكونة رابطتين تساهميتين احاديتين. الزاوية ما بينهم عند الاو كده، لو جبت المنقلة وحبيت احسب الزاوية الاقي الزاوية 104.5. الزاوية كام؟ 104.5، يعني زاوية منفرجة. طيب وحضرتك ده هتفرق معايا؟ دي تفرق كتير قوي في خواص المية زي ما هنشوفها قدام. عشان كده انا اللي اعرفه عن المية زي ما ربنا قال عنها ان هي اصل كل المخلوقات على وجه الارض فيها المية. عشان كده ربنا قال ايه؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. الكلام اللي انا اقوله عن المية، التركيب المية او اصل تركيب الماء، هو ده اللي يعرف لنا ليه المية منفردة عن باقي المواد او متميزة عن باقي المواد بانها بتدخل في كل حاجة موجودة قدامنا او بنشوفها. طيب رقم 2 بيقول لي عشان في فرق في السالبية الكهربية، فرق كبير بين ذرة الاكسجين وذرتي الهيدروجين، بينشأ نوع من التجاذب بين جزيئات الماء القطبية. تاني كده حضرتك ركز بس معايا في الحتة دي، عشان في ناس كتيرة ما بتاخدش بالها وما بتفهمش الحتة دي قوي قوي، يعني عشان ما بتبقاش مركزة قوي بتقع منها الحتة دي وتسقط منها. بص لي جاي، انا عندي جزيء الماء اللي قدامك ده عبارة عن ذرة اكسجين واتنين هيدروجين، اجيب جزيء مية جنبه كمان ذرة اكسجين وذرتي هيدروجين، الاقي ذرة الاكسجين اللي في الجزيء الاولاني عمالة تميل وتقرب من ذرة الهيدروجين اللي في الجزيء التاني. ده معناه ايه؟ معناه ان ذرة الاكسجين عندها نوع من القوة شوية، فتقوم تشد الهيدروجين اللي في الجزيء التاني. ده اللي نسميه ايه بقى؟ بنسميه السالبية الكهربية. يعني ايه؟ يعني ذرة الاكسجين قوية جدا بدرجة حوالي 3.5. 3.5 دي قيمة السالبية الكهربية. طب بالنسبة للهيدروجين كام حضرتك؟ 2.1. يبقى الاكبر 3.5 ولا 2.1؟ 3.5. فعشان كده تلاقي الاكسجين هتجي شد الهيدروجين اللي في الجزيء التاني ناحيتها عن طريق نقط، بسمي النقط دي روابط هيدروجينية، بنسميه كده تجاذب كهربي الكتروستاتيكي بين جزيئات المية. اول حتة دي تاني كده ركز فيها، اقول كده نتيجة لكبر قيمة السالبية الكهربية للاكسجين اللي هي كام؟ 3.5 عن الهيدروجين اللي هو كام؟ 2.1. ينشأ قوى تجاذب او ينشأ بين جزيئات الماء القطبية نوعا من التجاذب الكهربي الضعيف، يسمى التجاذب الالكتروستاتيكي. وده بين قوسين بسميه مين بقى؟ الموصلح الجديد اللي عندي اللي هو الرابطة الهيدروجينية. ايوه انا سامع الناس الشطار بتقول، يعني انت عايز تقول لحضرتك ان بين جزيئات المية في حاجة كده بتربطها ببعضيها؟ ايه هي دي بقى؟ اسمها الروابط الهيدروجينية. عبارة عن حاجة زي المغناطيس كده بتقرب جزيئات المية من بعضها في شكل نقاط، بسمي النقاط دي او التجاذب ده تجاذب كهربي ضعيف او تجاذب كهربي الكتروستاتيكي، بسميه بين قوسين الرابطة الهيدروجينية. عشان كده لما اجي اعرف الرابطة الهيدروجينية اقول هي نوع من التجاذب الكهربي الالكتروستاتيكي الضعيف ينشأ بين جزيئات بعض المركبات القطبية. زي مين؟ زي الماء. يبقى هي نوع من التجاذب الكهربي الالكتروستاتيكي الضعيف ينشأ بين بعض جزيئات المركبات القطبية كالماء. عشان كده الرابطة الهيدروجينية والتساهمية اللي هتظهر قدامك ليها أشكال مختلفة. بمعنى الاقي ان الرابطة التساهمية امثلها بشكل خط اللي هي بين الاكسجين والهيدروجين، اما بين الاكسجين في الجزيء الاول والهيدروجين في الجزيء الثاني تبقى رابطة على شكل نقاط، بنسميها الرابطة الهيدروجينية.
طب واحد شطور يسألني يقول لي حضرتك أيهما أقوى، الرابطة التساهمية أم الهيدروجينية؟ طبعا الرابطة التساهمية هي الأقوى والرابطة الهيدروجينية هي الأضعف. كمان إن نتيجة لوجود الروابط الهيدروجينية بين جزيئات بعض المركبات بينشأ ما يسمى بشذوذ الماء. يعني حضرتك انت لسه قايل ان الماء يشذ او يختلف عن او يتميز عن باقي المواد، ليه بقى؟ لان فيه روابط هيدروجينية، ودي اللي ما هناخدها كمان قدام، اللي هي مسؤولة عن شذوذ او خواص جزيئات الماء عن باقي المواد الاخرى. عشان كده جالك السؤال علل وجود روابط هيدروجينية بين جزيئات الماء، اقوله نتيجة لكبر قيمة السالبية الكهربية للاكسجين مقارنة بمين؟ مقارنة بالهيدروجين. هتكلم بقى على خواص المية حضرتك بلغتنا كده، اشجيني بقى يا مستر، قولي بقى الحاجات اللي عندنا بقى عن المية، هي المية بتتميز بايه؟ وليه ربنا سبحانه وتعالى خلقها بالحكمة دي او بالشكل ده او مختلفة او منفردة عن باقي المواد؟ ركز معايا، الماء له اكثر من خاصية، فانا اقسم خواصه لنوعين، خواص فيزيائية وخواص كيميائية. خواص فيزيائية وخواص كيميائية. الخواص الفيزيائية اول حاجة ان الماء يوجد في الطبيعة في ثلاث حالات، صلب سائل غاز، رقم 2 مذيب قطبي جيد، رقم 3 ارتفاع درجة غليانه وتجمده، رقم 4 انخفاض كثافته عند التجمد، رقم 5 ارتفاع قيم الحرارة الكامنة، رقم 6 ارتفاع قيمة الحرارة النوعية. ده بالنسبة للخواص الفيزيائية. هذكر الخواص الكيميائية كده على طول. اول حاجة انه هو ضعيف التأين، رقم 2 متعادل التأثير على ورقتي عباد الشمس، رقم 3 يقاوم الانحلال او عملية التفكك. نسيب الخواص الكيميائية ونمسك في الخواص الفيزيائية شوية ونركز عليها. اول حاجة حضرتك قلت ان الماء يوجد في الطبيعة حوالينا يعني في حالات المادة الثلاث. ينفرد الماء عن باقي المواد في انه يوجد في الحالة العادية او في الطبيعة في صورة حالات المادة الثلاث، مرة يكون على شكل غاز وبيوجد في صورة البخار، او على شكل مادة صلبة تلج، او على شكل سائل الماء العادي اللي احنا بنشربه او اللي بنشوفه في البحار والمحيطات. الخاصية الفيزيائية التانية ان هو مذيب قطبي جيد. الماء مذيب قطبي جيد لكثير من المركبات الايونية وبعض المركبات التساهمية اللي هي بين قوسين القطبية، زي مثلا وليكن السكر. اضرب لك مثال سهل وبسيط عندك في البيت. لو قمت دلوقتي مثلا جبت 3 اكواب، الثلاثة تحط فيهم مية بنفس كمية المية، تحط في الكأس الاول هتحط فيه ملعقة من الملح، الكأس الثاني هتحط فيه ملعقة من السكر، الكأس الثالث هتحط فيه ملعقة من الزيت وتقلب. الكأس الاول الملح هيذوب لانه ايه؟ مركب ايوني والماء مذيب قطبي جيد للمركبات الايونية. السكر في الحالة الثانية هيدوب بالرغم ان هو مركب تساهمي. ليه داب؟ داب عشان كون روابط هيدروجينية مع الماء. هو اصلا ما بيدوبش السكر في المية، ولكن بيدوب ليه؟ عشان بيكون روابط هيدروجينية مع الماء هي اللي بتخليه يدوب. طب نقطة الزيت لو جيت تقلبها مش هتدوب، ليه؟ الزيت لا يكون روابط هيدروجينية مع الماء. يبقى اذا قدرت تقارن من حيث ذوبانية الماء بالنسبة لبعض المواد. خلصنا من تاني خاصية وهي ان الماء مذيب جيد. لو انا عندي بعض البقع الزيتية على بعض الملابس يتم ازالتها بان انا بوضعها في مذيب عضوي زي الكحول او البترول. الكحول او البترول ده بيعمل على ازالة هذه المواد لانها لا تذوب في الماء، واللي انا بتستخدمها في البيت في صورة الكلور او الكلوركس، الحاجات المنظفات الصناعية عالية النظافة. تالت خاصية وهي ارتفاع درجتي غليانه وتجمده. ارتفاع درجتي غليانه وتجمده. طيب ليه الماء مرتفع درجة غليانه وتجمده؟ بالرغم ان الاكسجين في المجموعة 16 في الجدول الدوري بيقول لي
ان المياه مفروض ما تغليش عند 100، تغلي اقل من 100، وان هي تتجمد تحت الصفر، ما تتجمدش عند صفر سيليزياس. امال ليه المياه بتغلي عند 100 وبتتجمد عند الصفر؟ ايوه، بسبب وجود الروابط الهيدروجينيه بين جزيئات الماء. عشان كده لو جالك قال لك السؤال علل يغلي الماء عند 100 درجه سيليزيه ويتجمد عند صفر سيليزياس، قول له بسبب وجود روابط هيدروجينيه بين جزيئات مين؟ بين جزيئات الماء. هدخل على الخاصيه الفيزيائيه الرابعه، وهي انخفاض كثافته عند التجمد. الطبيعي في كل المواد ان لما كثافتها بتقل او لما بتتجمد تبقى في الحالة الصلبة كثافتها بتزيد، الا المية. المية لو اتجمدت كثافتها تقل، عشان كده تلاقي التلج يطفو فوق سطح الماء. طب تفسير ده ايه حضرتك؟ ركز كده معايا. الطبيعي ان المفروض التلج لما يتجمد يغوص ينزل تحت، ده المفروض اللي بيحصل. في المية ما بيحصلش، المية التلج يطلع فوق والمية تبقى تحت. ده معناه ايه؟ معناه ان الماء التلج يشبه الخشب، يعني كثافته اقل، يبقى كثافة التلج اقل من كثافة المية، هو التلج اصله مية. طب ايه السبب؟ تفسير ده ايه؟ ركز كده معايا. المية درجة حرارتها بتقل تقل، وليكن كانت 10، تفضل تقل 10 9 8 7 6 5 4 3. ايوه، تعال عند 4. اول ما درجة حرارة المية تنزل عن 4، تنخفض عن 4 درجة مئوية او 4 درجة سيليزياس، ايه اللي يحصل؟ الاقي جزيئات المية تتجمع كده مع بعضها بسبب الروابط الهيدروجينية. الروابط الهيدروجينية تكتف جزيئات المية كده، تجمعها مع بعضها في شكل بلورات سداسية، على شكل بلورات سداسية. حجمها كبير، وزنها خفيف، كثافتها اقل، بيناتها فراغات. فايه اللي يحصل؟ تلاقي التلج طلع فوق مره واحده. عشان كده اقول لك علل. يزداد حجم الماء عند تجمده وتقل كثافته. ليه؟ بسبب وجود روابط الهيدروجينيه بين جزيئات الماء. احسنت، هي السبب. اول ما تنخفض درجة حرارة المية اقل من 4، تبدأ الروابط الهيدروجينية تجمع جزيئات المية في شكل بلورات سداسية الشكل. فايه اللي يحصل؟ لحجم التلج يزيد، وزنه يقل، كثافته تقل. النقطة الخامسة عندي، وهي ارتفاع قيم الحرارة الكامنة للماء. انا عندي كده، ركز، قطعة التلج عايز احولها المية، وبعد ما احولها المية احولها لبخار. قطعة التلج هل احولها من تلج المية بسهولة؟ عملت ميلتنج، انصهار بسهولة؟ لا. امال ايه؟ لازم حضرتك تاخد شوية حرارة، لازم تكتسب حرارة. الفترة الزمنية، الوقت اللي هتفضل فيه التلج يتحول لسائل، بسميها الحرارة الكامنة للانصهار. يعني شوية الحرارة اللي بيخزنهم التلج عشان يتحول لسائل. عشان كده التلج بياخد فترة لما يتحول لسائل، فبسمي دي حرارة كامنة للانصهار. يبقى ارتفاع قيمة الحرارة الكامنة للانصهار للماء ان هو بيكتسب قدر او كمية من الطاقة الحرارية عشان يغير حالته من الصلب للسائل، يغير حالته من التلج للمية، فبسميها الحرارة الكامنة للانصهار. ودي مرتفعة، يعني التلج مش هيتحول لمية بسهولة، لازم ياخد وقت. واخد وقت ده معناه ان حرارته الكامنة مرتفعة. طيب انا حولت التلج لمية، المية دي بقى عايز احولها البخار، هتاخد وقت برضو على النار؟ هتاخد وقت. اهو الوقت اللي هتقعده على النار ده بسميه الحرارة الكامنة للتصعيد او للتبخير. يبقى المية عشان تحول لبخار لازم تقعد على النار شوية وتكتسب وتمتص كمية من الحرارة، بسميها الحرارة الكامنة، ايوة، للتصعيد. يبقى ارتفاع قيمة الحرارة الكامنة للماء عند تحويله من الحالة السائلة للحالة الغازية نتيجة اكتساب قدر من الطاقة الحرارية، بسميه الحرارة الكامنة للتصعيد. لو جيت لك بقى تطبيق حياتي، احنا لما يكون عندنا نار حريق بنطفيه بايه؟ بنطفيه بالمية. السؤال، هل المية بتطفي النار في الحقيقة في الواقع؟ لا، المية مش بتطفي النار، لانها اكسجين لا يشتعل ولكن يساعد على الاشتعال، وهيدروجين بيشتعل بفرقعة، صح كده؟ اصل المية. طيب ليه المية بتطفي النار؟ عشان الحرارة الكامنة للماء مرتفعة،
فيقوم الميه لما احطها على النار تقوم تمص الحراره اللي في النار، الحراره اللي بتخلي النار تزيد لحراره الاحتراق، تمام؟ فتقوم تمص، تعمل عمليه امتصاص للنار للحراره اللي هي في الاحتراق فتقللها، وبالتالي تعمل على اطفاء الحرائق. يبقى هي الفكره ايه؟ فكره ان انا بحط الميه على النار فالميه تمص الحراره اللي هي حراره الاحتراق اللي هي في النار، فتخلي النار تقل، تهدى تهدى تهدى، وفي الاخر يتم اطفاء الحرائق. اخر خاصيه فيزيائيه عندي وهي ارتفاع قيم الحراره النوعيه للماء، ودي اللي انا بشوفها من كوجهه نظر ان هي دي الحاجه المنفرده او المتميزه. طب كل خاص دي مميزه جدا، المميزه للماء عن باقي الخواص التانية، وهي ارتفاع قيم الحراره النوعيه للماء. الطبيعي ان انت لو سافرت اي دوله هتلاقي في مثلا دول عندها جو برد، درجه الحراره منخفضه ممكن احيانا تحت الصفر، وتمشي اماكن فيها درجه الحراره مرتفعه جدا. السؤال ليه درجه حراره الدم في جسمك مش بتتغير؟ يعني انت بيحصل صيف وشتاء، الطبيعي الصيف يبقى حر والشتاء يبقى برد، ليه درجه حراره جسمك 37 مش بتختلف بالرغم ان الجو بره بيختلف؟ هتقول لي انا مش فاهم، ركز بقى، انت لو فهمت المثال ده يبقى انت فهمت يعني ايه حراره نوعيه. 95 من تركيب دمنا ميه، تمام كده، والباقي مركبات تانية. 95 اصل الدم هي اللي بتحافظ على حراره الجسم بالشكل ده، تمام كده، كدم يعني مكوناته 95%. عشان الحراره النوعيه للماء مرتفعه وبالتالي يحتفظ الجسم بدرجه حرارته رغم اختلاف الجو. يبقى السبب في ثبات درجه حراره الجسم رغم اختلاف الجو ان ارتفاع قيم الحراره النوعيه للماء لا تتغير الا امتى بقى؟ اذا اكتسب الماء قدر كبير من الطاقه. يبقى بتتغير لما الماء يكتسب قدر كبير من الطاقه او يفقد قدر كبير من الطاقه، فاللحظه دي تتغير الحراره النوعيه للماء. يتميز الماء بان درجه حرارته لا تتغير، ترتفع يعني او تنخفض، الا بعد اكتساب او فقد قدر كبير من الحراره. نتيجه لذلك لا تتغير درجه حراره جسم الانسان بتغير الجو المحيط او الايه بقى، لارتفاع قيمه حراره الماء النوعيه، حيث لا تتغير درجه حراره الماء الا بعد اكتساب او فقد قدر كبير من ايه؟ من الطاقه او من الحراره، يتفقد يتكتسب بس يكون كمية كبيرة بحيث ان هي تأثر او تغير. عشان كده خدنا في سنة اولى كائن من ضمن الكائنات اللي ربنا خلقها درجة حرارته تقريبا بتتغير، تمام، بتغير درجة الحرارة الجمل، تغير حسب عيشته في الصحراء او في الاماكن اللي هي الزراعية عشان يتلائم مع البيئة او يحافظ على درجة حرارة دمه وجسمه. بكده وخلصنا كل الخواص الفيزيائية للماء. ومنساش قبل ما اختم الحلقة ان في سؤال للناس اللي متابع الحلقة كويس ومركزة، هسأل سؤالين. لو عندي فريزر مليان تلج عايز اتخلص من التلج بسرعة في اقل وقت، السؤال الثاني لو انا عندي كمية من الماء وقطعة من النحاس عايز اعرف ايهما يوصل الحرارة اسرع وليه. ده سؤالين للحلقه بتاعتنا. الناس اللي بتابعنا طبعا هتجاوب وهنشوف ان احنا في التعليقات والكومنتات عشان نجاوب ونتفاعل مع بعض. اتمنى الناس تركز تسمع الحلقه تاني، ما ننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب للحلقات ونتابع الحلقات باستمرار، ولو في اي سؤال او اي تفسير او اي تعليق اكتبه احنا هنجاوب عليه وهنتفاعل معاك. اتمنى نكون عند حسن الظن دايما. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.